عندك بالبيت سألت عنك ما لقيتها. شو بقى خفت؟ تطمن ما في شيء؟ اشتقت لك بس. قد صار لي ما شفتها؟ قديش؟ تقريبا يعني من وقت جوازك الثاني، يعني من شي شهرين. وينك انت؟ وين بدي كون؟ بالبيت. لأنه بيت منه؟ يا هاد يا هاد. طيب شو رأيك؟ تقبل عزيمتي على كاسة شاي بالقهوة؟ لا. بطلت أعرف القهوة. والله معك حق، بس تعرف أقسم بذات الله إني اشتقت لك. تشتاق لك العافية. طيب روح شربنا فنجان قهوة. شرف شرف. تصدق يا ابراهيم كاني عايش بحلم، لك التنتين مثل السمن على العسل ما بيتكنسوا من عند بعضهم، يا بهذا البيت يا بهذاك البيت. تعرف هالشي خلى كل وحده منهم تكبر بعيني اكثر من الثانيه، لك ولا كانهم ضرايب. يا سيدي اذا اللي عم تحكيه صحيح معناتها نحن بزمان عجايب. المهم انا بدي اياك تكون مرتاح. مرتاح كثير والحمد لله. ايه انت كيفك؟ كيف احوالك؟ انا تعبان عدنان. بسيطة ولا يهمك، الله بيعين. مزبوط، بس يعني انت ما فيك تعيني؟ شلون يعني؟ يعني فهمتك بمشلمحل صاحبك ابراهيم على الحديده، يعني ما بتقدر تديني شي 500 ليره؟ بدك الصراحه يا هالجوازه تراكمت علي ديون كثيره. يعني ما معي؟ معي بس دينتك بتعلي القلب. شو عادي؟ ماشي الحال. زعلت؟ انا؟ ليش تحت ازعل؟ يعني لا حسد ولا دقيقة عين. لكك ما شاء الله وكان فاتح بيتين وعيالك مو ناقصهم شيء، وانا عائله وحدي عم تاكل اجنبي ما عم لحق. شو علي؟ الله بيخلق الناس طبقات، بس عمره ما بيطلع فقير. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خذ اخي هاي 500 ليره، خذها ما بدي اياها. لا سيدي برجع لك اياها وما بدي مني اياك، وإذا حبيت برجع لك ألف. إلى أسيدي ما حذرت.
شو قلتي؟ يعني ما سمعت؟ بلا سمعت، بس بدي اسمعها مرة تانية. بس أنا ما بقول غير مرة واحدة. فهمنا، مرتك حامل شو يعني؟ شو يعني؟ يعني الولد جاي على الطريق. الولد على الطريق ابني إن شاء الله يا رب. إلى أذبح خروف ليته 12 كيلو. إذا هيك لازم تذبح خروفين. خروفين؟ شو رح تجيب ليته؟ لا مو هي، مرتك لطفية. لطفية حامل؟ كمان لطفية حامل شهرين. يقطعني على لسان، قالت لي إنه ما قلك. وليش لا تحمل؟ حرام يا عجاج، استغفر ربك يا ابني. استغفر الله العظيم، سامحني يا رب. ايوه خليك هيك مثل ما بعرفك يا امي. لك ايشو يعني؟ 5 + 1 بيساوي 6، وستة زائد واحد بيساوي 7. شو يعني وقفت على هالفقط؟ قصدي على هالبنت. حتقلها للطفية انه ماجد حامل؟ طبعا رح اقلها، بس قبل ما اقلها بدي هزلها بدنها لانها خبت عني. عم تحكي جد؟ انا هز بدن لطفية؟ اذا ام ماجد بهالعين، لطفية بهالعينتين. كل هي قهوة ايدي ما عم توصل. ايه مو على عيني. ظهري. ابن عمي ملقوطة. خدني بكرة لعند ام ربي، كثير متضايقة. يسلم ما ذكرت ابن عمي. اخ يا راسي. ابن عمي ابن عمي يا ست هالبن عمي على راس. تعرف شو قالت لي جارتنا اليوم؟ قالت لي على هذا الحبل حليانه كثير. طبيعي ابن عمي يسناول مني زكاتك. يسلموا هل دعواتك يا امي. الله يخليك. الله يكون بعونك يا ابني. لطفية يا لطفية. ما طول. ايه مرحبا. هلا اهلا وسهلا ابن عمي يا ميت. اهلا وسهلا. سلم هالايدين يا حق. شوفي الاغراض كلهم. هاي الاغراض اللي وصيتيني عليهم كلهم. شوفي اذا ناقصي شيء حاكيني. ايه طيب. يلا خاطرك. لوين رايح ابن عمي؟ يلا رجع رجع. ما شفتها. يلا راجع. ايه الله معك، مع السلامة. مازين؟ ايوه مالي. ليش بدك تتركنا؟ مو عاجبك الشغل؟ لا يا معلمي الله يسامحك، بس جاييني عقد عمل برا. عقد عمل برا؟ ولاد عمي عندهم محل بالخليج وحاجة لمحاسب يمسك له المحل. اها يعني مصمم؟ والله إذا سمحت لي. أنا ما بوقف بش رزقتك. على عيني عم أبو قاسم. وفوق هاد لك مني مكافأة. غسان؟ حاضر معلمي. عود أنت ومازن وزبطوا هالدفاتر واستلم منه الحسابات. تأمر معلم. أنت بس تسلموا الدفاتر، توكل على الله. بس خليني أشوفها قبل ما تمشي. إن شاء الله معلمي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نيفين تعي ماما افتحي الباب. ماما شو بترك؟ بابا هون عمو؟ ايه هون. قلي له كلي. بابا في واحد بده يقعد.
ابراهيم مرحبا ابو قاسم. اهلا وسهلا. شباب فوت. ما بدي فوت ما بدي فوت. فوت شباب. شوفي معك مصاري، المساله فيها حياه وموت، قد ما معك اعطيني. لك فهمني شوفي بعدين بحكي، بشوفك بالقهوه بنحكي. اعطيني اعطيني. ما في غيرها. ماشي الحال، سكتوا فيها. واصل مشوار صغير وراجع. ليش عم تضربوه؟ مين حضرتك ولا صغرى؟ مين ما كون؟ شو المرجلة؟ اثنين عم تضربوا واحد؟ ما عجبك؟ لا ما عجبني. لا يا عجبك. يا حبيبي طيب شو عامل؟ أخذ بضاعة من عنا من ست أشهر لهلا ما أعطانا حقها. إبراهيم؟ إيه إبراهيم نصاب بلهموتي. خليك هيك لشوف اذا ما بتصير ورا الناس. انا ما بفهم. انت كنت عايش بين الناس؟ فكرك وبردي خلفت شوكي. لا يا بلا، اذا كنت انا شوكي بتكون انت اللي زرعتني. ليش؟ ليش؟ ليش ما تعبت مشيت مثل غيرك لحتى تترك لي شيء؟ لازم يعني تورطني الهم والغم، يعني لازم افتل على فرد كعب حتى اقدر اكل. اما شو اكل؟ اه يا ابي اه، الله يسامحك الله يسامحك ويسمع عنك. الله يسامحك على الحياة اللي تركت لي اياها. ضايع عليك تطاوعيني، خليني اخذك على الدكتوره مايا. اخ امي انت هيك عم تتعبي حالك؟ بدي اطمن، بركي ان شاء الله بيكون ولد. امي ولد ولا بنت كله بامره. كل الحوامل بيروحوا بهالشهر بيطمنوا على حالهم بالجهاز، ببين اذا كان ولد ولا بنت. امي انا بعمري ما عملتها وهلا ما راح اعملها، بعدين اللي بيبعته الله منيح. انا جوزته لابو قاسم حتى خلصنا المشكله، بتجي انت بتذكريني. الله يسامحك يا امي. يلي هلا بطن ماما مو اكبر من بطن الماجد شوي؟ هي المنارة بتصير بالشهر التاسع بيكبر بطنها كتير. هلا ماما صار بالشهر التاسع؟ 10 ايام بتولد ان شاء الله. يعني بتولد هي وام ماجد سوا؟ يمكن. بتعرفي صرت اتمنى ما تجيب ولد حتى تكيد العزال. انا ما بتجيب غير بنات، يعني ما بتعرفي؟ يلي شيرين يلا على الغدا امي. يلا ماما يلا. هلا 100 مرة قلت لك القهوة أنا بسويها. سناور من إيدي. أدي ارتعي أدي أدي. الله يعينك. ناموا صغار؟ أكيد ناموا. بتعرف حاسة رجلي مو مني. عم يجعوكي؟
عم يضربوا علي ضرب. هذا من تقل الولد. مع السلامة يا أم محمد، يسلموا يديكي. إن شاء الله بتقومي بالسلامة يا لطفية. آخ يا أمي آخ. توم، توم وشريهان لسه ما صار عمره سنة. التوم خير لك بنتي، وإن شاء الله توم ولاد. بكرة من الصبح بدي أخذك لعند الدكتورة مايا، خلينا نشوفهم على الجهاز. أمي برضاي عليك لك بنتي توافقي. يا أمي الجهاز شو رح يغير؟ ما بيغير شي، بس أنا بدي أطمن قلبي عليكي مثل النار يا أمي. الله يخليكي توافقي، عيادة الدكتورة مايا مو بعيدة، منروح مشي ومنجي مشي، وينك؟ المشي بهيك حالة بفيدك كتير. ماشي، بدنا نقلها لأبو قاسي؟ لأيو، خلي له إياها مفاجأة، تصوري بكرة، بس يدرى إنه جاي توم ولاد، رح ينط معي حط. تضحك على حالنا أبو رسمي؟ الله يعين جوز التنتين. لا والتنتين حملوا بشهر واحد. ايه ويمكن يلدوا بيوم واحد. من شان الله بلا هالفال. لك ايه شو بدي يتقطع لا اتقطع؟ مو انت جنيت على حالك يا رجل. السلام عليكم. اهلين ابراهيم. وعليكم السلام. خير؟ ما عدت بينت. ماشي الحال الحمد لله، شو لك انت ابو قاسم؟ منيح، كيفك انت؟ الحمد لله. جرب لك كرسي واقعد. لا معلش ممكن دقيقة؟ بدك يعني برا؟ لا لا هون بيمشي الحال، كلمتين بس. ممكن؟ عن اذنك ابو رسمي. تفضلوا تفضلوا. عن اذنك. لك ابراهيم انت دائما مستعجل، بتتذكر لما اجيت لعندي على البيت من 3 شهور؟ بتذكر بتذكر. انا عم تقلها عليك ابو قاسم مو هيك؟ بس شو بدي اقول لك ابو قاسم؟ كل ما اللي عم تنسد بوشي. لك لتكون قاعد عواطلي ما عم تشتغل. انا اقعد عواطلي؟ لا يا ابو قاسم لا. هلا انا اذا قعدت عطال بطال، مين بده يصرف على المرأة والاولاد؟ مين؟ لك ايه بس كل مالك لورا، شو قصتك؟ حظي. حظي المعتر يا ابو قاسم، حظي. كل ما اللي عم تنسد بوشي ما عم اقول لك؟ مهم. بدك مصاري ما؟ لك ليش انا بحبك؟ لانك بتفهم على الطاير. بس انا ما راح اعطيك. ليه؟ انت بتزعل من الحق شيء؟ لك اشتهيت مره دينك وترد لي الدينه. الا مره واحده. طيب يا ابو قاسم معي ما اعطيتك؟ طيب ما عم تشتغل، ليش ما معك؟ يا ابو قاسم انا عندي 6 اولاد وامهم. قال لي شو بدهم مصروف هدول؟ هذا غير انه امهم هلا حامل وعم تتوحم. شو هلا اذا طلبت بقلاوه او موز او ضرب الصفن ما بدي اجيب لها؟ وغير هيك الاولاد طالعين فجعانين لامهم، بقى بحرم حالي ولا بحرمون؟ لا بتحرم حالك. وهذا اللي عم يصير. ليك تيابي ليك، في رجال مقدر محترم مثل مني بيلبس هيك تياب؟ اكيد لا، خاصه اذا كانوا وسخين بهالشكل. ها هلا اذا بدي اشتحهم مشان اغسلهم ما بدي البس غيرهم؟ اي وكيلك الله ما عندي. طيب طيب خد هدول كمان ما بدي اياهم. قديش حطيت لي؟ هلا شحاد ومشاري. شو ما طلب منك بركي، كتر خيرك. السلام عليكم. مع السلامة. لا حول ولا قوة الا بالله. منو هاد؟ رجال درويش. صاحبك؟ ايه صاحبي. بس قديش فرق معي يا ابو رسمي. كيف يعني فرق معك؟ يعني لما كنا صغار بالمدرسة كان إنسان شهم. كيف فرق معك يعني؟ يعني لما كنا صغار كان ظريف كتير، عنده نخوة وكرامة. هلا كأنه إنسان تاني، كأنه مو هو. فقير ما؟ فقير كتير. وانت متعود تعطيه مصاري كل ما تدايق ما؟ وبحياتي ما شفته إلا متدايق، دائما بيشكي القلة. لا تزعل مني أبو قاسي، أنا إلي نظرة بالناس، وهذا الرجال مو تمام، وإن شاء الله نظرتي ما بتخيب. ما فهمت. يعني واضح تمام إنه هالرجال كذاب وبلهموطي. طمنيني، كيفك هلا؟ الحمد لله منيحة. هلا اسمعي مني، خليني أجيب الداية مشان تطمني. ليش مستعجل؟ يعني ما بظن إنه معي. شو تظني وما تظني؟ اسمعي مني عم قلي. انت مستعجل كتير، شو بدك يعني يجيب الولد قبل وقته؟ يا حق. لا 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 ما بدي يجيب الولد قبل وقته، بس اخي هلا لو تتصوري قديش مشتاق اشوف هالولد. ان شاء الله
الله كريم. الله يسمع منك يا رب. امي ليش عم تبكي؟ قولي على قامت حظك يا بنتي. شو بحظي؟ لقيتهم بنات. امي بترجاكي ان شاء الله بيصيروا 20 بنت، انا مبسوطه ومرتاحه. هلا انت مو بدك تطمني على الجهاز؟ هي اطمنتي. شو يا امي وينك لهلا؟ رحت لجيب الدايه. جيب الدايه وينها؟ ماني شايفها، ليش ما جبتيها معي؟ الدايه قاعده عند مرتك لطفيه، هي الثانيه عم تطلع. شو هالحكي؟ إلو كان أنا برأيي تاخذ هالة لعند لطفية وهنيك بيولدوا سوا، مو أحسن ما نعذب الدايه من بيت لبيت؟ لا أمي لا، هالة منجيب لها داية تاني. ما بيصير، دايتنا أم محمد شاطرة كتير ومحها اختصاص، هي اللي ولدت لك بناتك الستة. ستي لأنها ولدت لي إياهن، ما بدي إياها. أبو قاسم جيب لي الداية أم ربيع، هي اللي ولدتني بماجد وأمجاد، كمان أم ربيع شاطرة. أعطيني العنوان، وين ساكنة هاي أم ربيع؟ عنوانها ما ببيع، هي جارة أخي زياد. خليكي مع أمي، أنا رايح أجيب الداية بعدين بروح بطمن على لطفية. حاضر. أما شو داية يا أبو قاسي؟ بتقول بسم الله وبتحط إيدها على بطن الحامل وإز بيزي ولد؟ ليش لا؟ بجيب الداية أم ياسين اللي ولدت مرته لإبراهيم، يمكن تكون إيدها بركة فعلا. إبراهيم؟ يا إبراهيم؟ ليش عم بتعيط؟ ميحي بدك ابراهيم اللي ساكن هون؟ إلك اللي ساكن هني؟ شو بدك منه؟ مصاري ما؟ لا لا تعذب حالك، ما رح يفتح لك إذا بدك منه مصاري. الله وكيلك، كل الرايحين جايين وكلهم بدهم منه. طمان ما بدي منه مصاري. لكن شو بدك منه؟ هلا مرته مو بالبيت؟ شو هاد؟ لك اخي مرته ولاده ما في حدا بالبيت؟ انت عم مين عم تسال؟ ابراهيم عزام؟ لك ايه عن ابراهيم عزام؟ ابراهيم عزام عنده مره واولاد؟ ايه سيدي عنده مره وست اولاد ومرته هلا حامل. لك يا ابراهيم ليش عم تضحك؟ لانه ابراهيم لا عنده مره ولا عنده اولاد. انت شو عم تحكي؟ مثل ما عم اقول لك. اخي انا ما بحب المزح بهيك امور. الله وكيلك ما عم بمزح. هاي الحارة قدامك، سهلة بيت بيت. ماشي ماشي صدقتك. تقدر تدلي وين ساكنة الداية أم ياسين؟ هون بالحارة ما عنا داية اسمها أم ياسين، عنا داية اسمها أم عجاج. صدقني إبراهيم مو متزوج، هو ما معه يدفع أجرة بيت ليتزوج. أخي أنت غلطان، إبراهيم متجوز وعنده ست أولاد. أنت شفت مرته؟ مرته ما بتبان على حدا. لو كان مرته ما بتبان على حدا، ما عنده اولاد، ما بيشوفهم بالحاره. بس انت شو صدقته؟ بتريد تدلك على الداية مع جاي؟ لا شكرا. هنيكو هنيكو اجا. اهلا ابو قاسم. اهلين وسهلين. تفضل بيت لجوا ليش واقفون؟ لك ابراهيم صحيح انت متزوج وعندك ست اولاد ومرتك حامل؟ شو بدك بالحكي؟ فوت نحكي جوا، تفضل تفضل. قبل ما تفوت، أنت عندك صحيح مرة أولاد؟ وشو السؤال بايخ هذا؟ لا بدي أعرف، لأنه صاحبك مفكرني كذاب. جاوب إبراهيم، احكي. لا ترد عليه، تفضل نحكي جوا، تفضل. شو بده يجاوبني؟ عزابي منتوف ريشه وديور راكبته ركب. صحيح الحكي؟ ايش بدك بالحكي يا ابو قاسم؟ هلا بنحكي جوا، تفضل لجوا. لا هون وقدام الزلمه. انت عندك مره ولا لا؟ لا ما عندي. الله لا يوفقك. لك ومرتك اللي كنت تخانقها قدامي، قلت لي مرتك ما بتجيب غير الاولاد ها؟ والمره ما بتجي الا بالبهدله، والبهدله للحامل تحريض على الولاده. ام ياسين بتسمي بالله وبتحط ايدها على بطن الحامل بينزل ولد. قلت لي كل الناس بالهموتية وانت الشريف العفيف. يا ضحكة عنزة بالمسدخ.
شو في مضحك هلا؟ تفضل جوا ابو ياسين، تفضل. شو بدنا نحكي هون؟ تفضل. ايه رح اتفضل. تفضل. لك يا زلمه شري. تأخر عجاج. يمي لك ما تحكي على حساب لسانك، ما بيفوت لحلقك. شو أكلوا القط؟ الله يسامحك يا أبو قاسم. اوعك تتمسكن علي، اوعك. طيب بتصدقني إذا قلت لك يعني؟ شي تصدقك ما راح أصدقك. قول ليش هيك عملت فيه؟ أنا عملت هذا الشيء لصالحك. الله، لصالحي؟ إيه. شفت قلبك ناطف على ولد، قلت لأمزح معك هيك مسحة، وهي اللي كانت تجوز ما شاء الله وكان عليك. ها إلا إذا كنت ندمان على جوازي. ها لا، ندم ماني ندمان، بالعكس أنا مبسوط كثير لأني تجوزت أم ماجد. شفت؟ بس هذا ما بيمنع أنك سافل ومنحط وبلهموتي. الله يسامحك. ومو بس هيك، انتي اكتر من هيك بكتير. معك حق فعلا، انا واطي وزمتي واسعة وبلعب على الناس. سألتني ليش انا هيك؟ سألتني ليش طلق ابوك تاجر مال ابان وعنده اموال ما بتاكل النيران، وانا ابي ما عنده شقفة قميص يستر فيها جسم ابو ابراهيم؟ سألتني ليش حالة اهل رفقاتنا منيحة وحالة اهلي لا؟ مو صحيح، كتار اللي كانوا فقراء، بس ما حدا منهم سلك الطريق اللي سلكته انت. انا علي من حالي، لانه ما حدا حاسس بوجع الثاني. انا وقت كنت صغير كنت اطيب منك، احسن منك، كنت ما اشوف بالدنيا الا الخير وبس. بعدين شفت اللي اقل مني عم ياكل ويشرب وينام ويروح على المطاعم والسينمات، وانا عم موت من الجوع. حاولت كون عضو مفيد بالمجتمع، بس أبي لا خلاني أكمل دراسي، وللمجتمع ساعدني لحتى أشتغل وأكل من عرق جبيني. مو صحيح، لقمة الحلال وين ما كان موجودة. مو صحيح، لقمتك بتلاقيها، لقمة اللي معه بلاقيها، ولقمة اللي ما معه ما بلاقيها، وأنا ما لقيتها إلا بهذا الطريق. مرتاحة مرتك لك إبراهيم؟ لا والله، حاسس معدتي عم تاكلني كأنه سرطان، رأسي عم ياكلني وعيوني عم تاكلني. لأنك شاعر انه لقمتك مو حلال. رجع لأصلك لك إبراهيم، دول الشر اللي جواتك، هالشي اللي عم تساويه رح ينهيك قبل أوانك. ليش منو قال لك اني ما انتهيت؟ عزام؟ اي نعم. شرف معنا. يا امي. نعم. وينك لهلا يا عجاج؟ انا رايح اشوف لطفيه. كيفها ماما؟ مين عندها؟ تيدي قدامي محمد. مين؟ أنا أبو قاسم. طولي بالك يا عمي. طمنيني حبيبتي، شلون حاسة؟ الحمد لله، بس لسه ما حمد طلق. إن شاء الله خير يا رب. يمكن دريتوا إنه أم ماجد عم تطلق كمان؟ ها؟ إيه درينا، إجت أمك وقالت لنا. شو هالصدفة هي؟ معقول تولدوا بنفس اليوم؟ ان شاء الله ما عم تتعذب ام ماجد. بصراحه تعبانه كثير. ايه روح لعندها، ليش جاي لعنا؟ مرت عمي. فعلا ابو قاسم، انت لازم تكون جنبها، هذا اول ولد بيجيك. ليك هي امي الله يخلي لي اياها معي، وبعد شوي يمكن جاي خالتي. طيب
أنا ما حطول، بطمن عليها وبرجع فورا. كنت بدي إلا أنا رح يجيتهم بنات بس خفت. إن شاء الله طلع ابن ماجد قبل منك، على الأقل لما بيشوف ابنه بتخف عليه الصدمة بالبنات. طمنيني طمنيني، كيفا عم تصرخ من قحف راسها، يمكن ولادتها تكون أسرة. يعني ناخدها على المستشفى؟ ام ربيع عم بتقول استنوا شوي. كيفا لطفية؟ لسه طلقة ما حمي. لك نعود استنى شوي لنشوف شو بصير معنا. طيب حاضر. يا رب. يا أمي طمنيني. يا أمي هديت شوي وخف الخطر، فيك تروح تطمن على لطفية. يعني ما بين الولد. طيب شو رأيك اتصل بالتليفون لعند الجيران وتطمن؟ ما بصير يا أمي، بيقولوا إنه هالة مرتك ولطفية مو مرتك. ما بصير. يا والله المشوار بعيد. شو بدنا نساوي؟ ما بيخاف عليها، متعودة. يعني بيخاف على أم ماجد. بابا ما ولدت خالتي أم ماجد؟ لسه يا بابا، لسه عم تتوجع. طمنيني مرت عمي. خير صهر الخير. خير إن شاء الله خير. بابا وين رايح؟ رايح اطمن على خالتك. يا أمي. شو بك؟ ليش عم تصرخ؟ طمنيني شلونها؟ إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. يعني مطولة؟ العلم عند ربك، يمكن ساعة، يمكن ساعتين، يمكن لوش الصبح. وهنيك لطفية مو مبين معه شيء؟ اصبر يا أبني، اصبر، اصبر. ولد سليم؟ بس مو ولد، بنت. بس البنت الحمد لله صحتها منيحة. لا يا عجاج، لا، هذه نعمة من عند ربك. بدل ما تفرح بتحزن بتعترض على إرادة ربك. لا 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 لا، أنا ماني معترض، لا، أنا بس مستغرب. طيب بدك تشوف البنت؟ إيه بشوفها طبعا، طبعا بدي أشوفها طبعا. شو قلتي؟ ماما جابت توم بنات وعم ترقصوا فرحة.
يعني. وليش ما نفرح بابا؟ طبعا لازم تفرحوا، لانكم تفرحوا بعزستكم. مو بعزستنا بابا، بولادة امنا. يعني انتو ستة والتوم اللي جابتو امكم والبنت اللي جابتها ام ماجد صرتوا تسعة. الله يا ابو البنات الله. ام ماجد جابت بنت؟ يعني امكم جابت ولد؟ امنا جابت توم ولاد. شو عم تحكي؟ بس هلا قلتوا لي غير هيك. حبينا نمزح معك لنشوف شو بدك تقول. توم توم ولاد من لطفية؟ معقول؟ يا لطفية ايه صحيح اللي قالوا البنات؟ ايه صحيح. بعدين استنى قبل ما تفوت. انا تحت امرك ما انت عمي، تحت امرك انا. حتى تعرف يا عجاج انه ارادة ربك فوق ارادة البشر، وقت اللي بده يعطي هو اللي بيقرر، مو انت ورفيقك ابراهيم. ايه والله يا مرت عمي هو اللي بيقرر ونحن عبيده. الله يسلمك يا رفيق. الله يسلمك. الله يخليك يا ابوي ديمك فوق حبيبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ما قلت لنا سهري ولدت هالة؟ ايه ولدت بالسلامة وجابت بنت. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. انا رايح بشرة انك جبتي توم ولاد. لا لا حرام، انت هيك متضايقة. ليش تتضايق؟ عندها جوز ولاد واكيد جاي على بالها بنت. فعلا هي كانت حابة تجيب لك ولد مشانك انت، بس من جوات قلبها متمنية كانت تجيب بنت. هي هيك قالت لي؟ ايه هي. كيفك يا هلا؟ الحمد لله. شفت الله شو كبير يا عجل. شفتي قديش عقولنا صغيرة؟ عقلك اللي صغير. معك حق. بس هيك خلص كفانا الله. أنا صار عندي أولاد وأنت صار عندك بنت. الله يسلمون. ويسلمك يا أحلى. ايه طمني يا سيدي. اجاني توم ولاد. ومن مين؟ من مرتي القديمه. قديمه؟ انو قديمه؟ لطفية جديده وحتضل جديده لحتى موت. إيه الف مبروك ان شاء الله. طيب الجديده شو جابت لك؟ جابت لي بنت بتطير العقل. بنت وبتطير العقل؟ سبحان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بالله صاحب المحل موجود؟ تفضل أمور. أنا صاحب المحل السيد عجاج عبد التواب بذاته. أنا موظف الضرائب. أهلا وسهلا بكل الموظفين. ضرائب؟ ضرائب شو؟ ضرائب المحل. المحل ما علي ضرائب. شلون؟ لأنه كل سنة بسنة بندفع ضرائب المحل وهالسنة لسه ما خلصت. أبو قاسم شبنا السنة خلصت. ليش نحن بقالوا شهر؟ دخلنا بالسنة الجديدة من شهر ونص. بسيطة ماشي الحال، يوم يومين ببعث لك ضرائب هالسنة. لا رح تبعتوا ضرائب أربع سنين. شو هاد؟ لأنه صار لكم أربع سنين ما دفعتوا ضرائب المحل. لك أخي أكيد أنت غلطان. محاسب المحل ما في حدا قده حريص إنه يدفع الضرائب في موعد المحدد. أخي هاي الوراق وهي الدفتر. أنا ما بفهم بالوراق ولا بالدفاتر. رح اشوفك الوصولة ونخلص من هالشغلة. هات الوصولة يا شوف. ايه هون عادة بيحط الوصولة. اخي برأيي ما تتعب حالك. ضرائب المحل ما اندفعت من اربع سنين. وهذا المبلغ اللي لازم تدفعه. شو هاد؟ يا الله شو بيشبهوا بعضهم. لا انا وطوم مثلك تقبشي قلبي. نرمين ايدك عن راسه ماما، راسه لسه طالع. اصلا تاخرتوا على المدرسه. يلا حبيباتي يلا مع السلامه. روحوا مع السلامه. روحوا على الطريق. ها سكي ايدها من هون لاختك. ها فرحانه؟ شو فرحانه امي؟ طاير عقلي من الفرحه. مبسوطه اكثر شيء مشان عجاج.
شفت امبارح عيونه كيف كانوا؟ وسمعت دقات قلبه. يا لقلبي عليه، فعلا كان عم يتعذب مشان الولد. هي اجا ولد اسم الله وتوم. شو لزم مرته الثانية؟ مين؟ هلا هو مو تجوز مشان الاولاد؟ هي جبتي له اولاد وهي جابت بنت، شو معناتها؟ يا امي ما بيجوز هذا الحكي، حرام. كيف بتعطيه مصاري ليدفع لك وما بتشوف الوصولات؟ لك اخي كنت شوفها دائما. وصولات الضرائب نفسها؟ اي وصولات الضرائب. معلمي يمكن كان يرجيك الوصولات القديمة. يرجيني إلي أنا؟ لك مو أنت سلمت منه الدفاتر؟ لك ليش ما سألته عن الوصولة؟ ليش ما أخذت منه ما ذكرني معلمي. وينك؟ بتجيب لي إياه من تحت الأرض. هو سافر بالجو، منين بدي جيبه؟ عم تخفف دمك ما؟ يخرب بيتك، لك ما بتبطل هالعادة؟ بس أنا راح أجيبه وين ما كان يكون. أنا بكره نازل أرفع عليه دعوة سرقة ونصب واحتيال. وانت شوف لي حدا من قرايبينه وجيب لي عنوانه. ايه حاضر معلمي. لا لا لا، الدعوه بتاخذ وقت طويل. المهم تدبر المبلغ شلون ما كان، حتى لو بدك تدينه وتدفع الضرائب. ومين بده يديني هالمبلغ؟ إيه انا لسه الدين الاولاني ما سديته وصفيان على الحديده. معلمي مستودع مشتري. انا مستودع. مستودعك. يا لطيف يا لطيف، روح الله يعينك على هالبلوة الجديده.